مرحبا يا أهل الوفا والغريم ما عليها البيوت اللي نطاقها على ميزانها طول المشوار حتى الطريق تروح فيه حية ما تلحق ما براس لسانها امشي قد ما الدرب والخيل في ميدانا Thank you.
الثوب خال لهم إذا ترتدي والخبرها عندكم موت الديبانها يا طويل العمر بعد عاوشي ابطانا
كوادي تنسحيها تاخذك معها على ناحية وديانها كان صرف الذهب صر لك واحد وخيه سابقك لا يدفع الرمح بين أوذانها قطنتك ما تعطب الذنب من صواب